فتفكر يا أخي، تفكر، هل أنت تبت إلى الله توبة نصوحا تنفعك عند الله أو لا؟ اللهم وفقنا للتوبة يا رب العالمين. عجل يا أخي بالتوبة، لا تدري متى يفجأك الموت، ربما تخرج من بيتك على قدميك ماشيا وترجع إليه محمولا على الناس، ربما تلبس ثيابك وتزر إزرارك ولا يحل هذا الإزرار إلا الغاسل وأنت على ناشك، أليس هذا أمر واقعا؟ إذن يجب أن نبادر بالتوبة قبل أن يغلق الباب. إذا حضر الأجل لم تنفع التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، حضر، ولا فائدة إذا حضر الأجل من التوبة. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بالتوبة قبل حضور الأجل.